الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. تابعونا الحديث عن عمر رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبيه وأمي: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن عاهد صاحبها على عقلها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقرأه نسيه. وهنا فيه دلالة على الحديث بأسرها على أن الإنسان صاحب القرآن لابد أن يتعهد القرآن، وتعهد القرآن هو أن يصلي به. وقلنا كثيرا بأن هذه من أعظم الأسباب التي يصل بها الإنسان إلى حفظ القرآن، بأنه ما يتركه بل يصلي به أناء الليل وأناء النهار، وهو بذلك إذا تعهده في النوافل يقرأ الآيات التي يحفظها ويكررها، مع التكرار يثبت. وأهل الحديث كانوا يفعلون ذلك، حتى الزهري وهو أحفظ الناس كان يقول: كنت أحفظ ثلاث أحاديث في اليوم والليلة، ثلاث أحاديث، لكنه يكررها من الصباح إلى الليل إلى الفجر حتى يتقن هذه الأحاديث. وقراءة القرآن في الليل أيضا أثبت في الصدر، وكلما كرر المرء القراءة كلما ثبتت حتى صارت ملازمة لنفسه، لكن كلما تباعد كلما نسي، وكلما نسي فإنه يعز عليه أن يحفظ كحفظه الأول. لذلك الذي يحفظ سريعا ينسى سريعا، وما يستطيع أن يركز في تثبيت القرآن. ورد أيضا في الأثر: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكروا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقلها. وبين هنا الحديث أنه لا يصح ولا ينبغي أن يقول نسيت، لأنه بهذا كأنه لم يعلم هذه النعمة التي بين يديه، وأيضا بأن الله تعالى أمره بتعهد القرآن بأن لا ينساه. فهنا واجب عليه أن يكون ممن ما يتعهد، وإذا نسي يتذكر لكن لا يقول نسيت، حتى لا يشعر بأنه لا يهتم بكتاب الله جل في علاه. لذلك النبي لما سمع الآية قال الحمد لله، أو قال رحم الله فلان أذكرني آية كذا كنت نسيتها. وقد ورد عن مزاحم أنه قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله قال: ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأعظم المصائب على الإنسان هو ترك القرآن، وهذه لا تتأتى إلا لمن لم يهتم بما معه من النعائم، فإن علم قدر النعمة فإنه لا يمكن أن تضيع عليه. ولذلك قلنا تعهدها والتمرس فيها وإتقانها بالاستمرار عليه. قلنا أن طالب العلم إذا استمر على المجالس ولم يتقطع هذا التقطع المعهود ممن يأخذها على أساس الهواة، فإنه ما يستطيع أن يثبت عليه، ولا يستطيع أيضا أن يثمر علما في هذا الباب. استغفر الله، لا ليس كذلك، لكن هي مادة الشيطان، الأغاني مادة الشيطان، فيتذكر. وهذه أيضا تكون اختبار من الله جل في علاه، هذا هو الأهم الذي يبد الإنسان أن يفهمه. وطبعا إذا كان الإنسان فيه هذا الخير والفضل الكبير العميم أنه يعني علم قدر ما هو فيه من النعمة القرآن، فإنه على ذلك ستراه يذهب ويجيء، له ورد لا يستطيع بحال من الأحوال أن يذهب عنه. تفضل أنيس رضي الله عنك ويسر عليك أمر. فما يمكن أن يضيعه بحال من الأحوال، وقد علم بأن رفعته وبأن نجاته وبين أيضا التوفيق له والتزيد يكون بالتمسك بهذا الكتاب المجيد. ولذلك أنا أقول اجعل لك وردا للقراءة، وردا لمراجعة الحفظ، يسيرا. ما أقول لك بأنك تختم في 3 أيام أو في حتى لو ختمت في شهرين،
المهم أنك تجعل لك وردا، وهذا الورد قراءة ورد للمراجعة. نسأل الله أن يمكن لنا ولكم في هذا الباب. وقد ورد أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وجاء حديث في بعض الضعف، قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة، يخرجها رجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فيه انقطاع، وعرضت عليها ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. شوف هذه كأنه جعل نسيان الآية ذنبا عظيما، جعل نسيان الآية ذنبا عظيما. وكما قلنا، الحياة البرزخية لا يمكن أن تقاس بالحياة الدنيوية، ولا يقال أنه لما تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال والذنوب، إذن هو حي فيسأل من دون الله الذي فعله. وهذا الذي يتكئ عليه الصوفية رضي الله عنك، رضي الله عنك سمراء، نسأل الله أن ييسر لك حفظ القرآن كله، وأن ييسر لك أمرك. أمين أبو أمين. أي نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. كلما تعهد المرء القرآن كلما وجد الخير كل الخير. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه، والذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل. إن شاء الله ما يكون لك نسيان، إن شاء الله يكون لك حفظ وتثبيت بإذن الله. وفي رواية الزهري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا فيقضي عليه من شاء الله فيقص عليه من شاء أن يقص؟ وأنه قال لنا ذات يوم: أتاني الليل آتي، وأنهما ابتعثاني، وأنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وأن أتينا على رجل مضرع وآخر قائم على رأسي بصخرة، إذ هو يهوي بالصخرة برأسي فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه، أعوذ بالله، كما كان، ثم يعود فيفعل كما فعل المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذاني؟ قال لي: انطلق انطلق. ثم قال في التفسير: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فهو الذي أخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يعني هو أصالة أخذ القرآن ولم يراجع، وأخذ القرآن ولم يثبته، وأيضا كان ينام عن الصلاة المفروضة. والصلاة تعلمون أنها علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. نسأل الله جل وعلا أن نتعهد القرآن، وألا نتناساه، وألا نسيء بعدم مراجعته وعدم الحفاظ عليه. ونسأل الله في عليائه ألا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الصدقة. وأيضا ثبتنا الله وثبت الله هذا الخير لنا ولكم، اللهم أمين رب العالمين. الله يجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. طيب، الفوائد المستنبطة: نعم، وجوب تثبيت القرآن عند أهل القرآن، ما يصح نسيانه. من تباعد عن خير فعليه أن يدعو ربه أن يرده إليه، وليعلم أنه قد حدثت مخالفة أسقطت عنه فضيلة ما كان فيه. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.